هالمصيبة اللي اجتنا هلأ على هالبيت. يا ربي، لك شو هذا اللي ملبستي اياه؟ ما لقيتي غير هذا الفستان معايا؟ حبيبتي هذا مو قميص نوم، فهمتي؟ لك هذا ماركة بنتي، المخلوقة ما حطته بالشنتاي وضلت حاملته من أوروبا لهون مشان ما يجي عليك. وليكو انتو شو عملتو؟ كنتي البسي عليك مطوق ذهب لأنه حاسة أناقتك ناقصة. إيه أنا قلت لها الحكي مرت أخي، لك أنا ما قلت لك إنه عيب تمشي بهالبيت بدون ذهباتك؟ اسمعي يا هالحكي عمي، ما تقول غير اجت مرت عمي من السوق، شو رح نقلها؟ يعني انا اللي لبستها اياه؟ هلا بشلحه ما في مشكله، مايا اللي قالت لي انه عادي البسه. بسرعه شلحي، لا تشلحي، مشي الحال خلص. يا الله ما في داعي بقى، خليكي لابستي، اصلا ما بقى البسه بعد ما لبستي. عفوا، وليش يا خانم؟ لكون جربانه وماني عارفانه. لك وطالع لا تحكي. اسيل، ضبولي كل اغراضي، أنا بدي روح. يلا يا سهيلة يا حبيبتي، ما في داعي لهي الحركات. أنا ما عاد فيني ضلهم، برهوم بدي اتطلق منك. نعم لهونه بس. يا ربي دخيلك، كل هذا بسبب إبراهيم؟ خربت لك بيتك، ما حدا رح يمشي من هالبيت غيري، المسكينة شو زنبه؟ خلص أنا رح روح من هون. أمي حبيبتي، أنت لشو مزعوجة؟ يعني شو لك علاقة بالقصة؟ بابا ما رح تخليها تروح، مو هي؟ روح الخالة تصطفلي، المهم تضل ماما. مايا رح تسكتي ولا بزتك برا؟ انت رجعي جوزك على البيت بالاول بعدين تعي قلعيني. مايا بقف ايدي، ها انت وحدك اللي سكتوا. عمي انت بجيبك ابراهيم، شو صار لك عمي؟ زينب انا مو منيح بنوب، يمكن رح اموت هلا. عمي تعال ابراهيم، ما تعال رح اجيب لك دواك، تعال روح نادي لسهيل. يلا رح نادي له، خلوه يقعد ماشي. انا رح اموت. ابراهيم انت منيح، طمني عنك، فيك شيء؟ اللي شو عم تحس؟ اتصل بالمشفى. ما فيني شي بعدي هيك، حلي عني. مرت عمي ما في روح على مكان، عمي زعل كتير ورح ينجلط من زعله ولازم نجيب له الدكتور فورا. ما فيك تروحي وتتركيه بهالحالة، طولي بالك شوي. هس 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 هس، ما تجيبي لي سيرته. شو بكون واقفين؟ شرفوا معي. لك يا مرت عمي، معقولة بعد هالعمر تروحي وتفضي للساحة لهديك الحرباية؟ تركي ايدي. اي عمر هاد؟ هو اللي نسي العشرة اللي بيناتنا، وطالما صار في غيري بعش الزوجية فخليه ينبسط فيها، بترك لهم البيت كله. انا ما عم افهم ليش كبرتي القصة كل هالقد. لا رح شوفك لما تنحطي بنفس الموقف، اذا رح تكبري القصة ولا رح تصغريها. استغفر الله يا مرت عمي، حسين مو معقول يعملها. يا حتى بالحكي ما تحملتي، ما هيك؟ ولك أنا لعدوي ما بتمناها. طيب خلص طولي بالك هلأ، مو هيك بتحليها؟ آي يا مرت عمي اهدي وروقي، ما بدك شدي ايدك شوي يا روحي. آي أخ أخ فركي لي ايدي، أخ فركية. اللحمة اللي طالعت تطبخوها بلا ما تطلع ريحتها. أي أي وإجا الحلاب تازة الحليب حطوه بالبراد. أي 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 ولا تنسوا تطلبوا له دكتور لبرهوم بلا ما يجن. إيه بس إذا بيصير له شي لعمي أنت بتتحملي المسؤولية. سهيلة خانم، ما أقول تروحي بهالبساطة، طولي بالك لا تمشي. خليها هي تمشي، نحن شو دخلنا إذا ماتت ولا عاشت تصطفل. طلعي فيني ست جيهان، اللي عم تحكي عنها بتكون أمي، فخلصي أحسن ما أعمل لك مشكلة. العمى بقلبك. والله معهم حق يا بنتي، إبراهيم خليني أمشي بلا مشاكل، الله يخليك. أنا ما فهمتك إنه ما بدي اسمع حسك يا بنت، وأنت التانية اسكتي. مهتاب قصدي سهيلة. ها ها طاب وصار مثل الحصان ليكو. لكن خلوني امشي بلا ما ابتلي فيه. اصحكت روحي، انا عمود سهيلة. تركي عم تعمل حركات، ما رح تروح. سهيلة استني، لوين بدك تروحي سهيلة؟ استني اصلا مالك لقيان، لا تجعزني بقى. سهيلة فضحتينا قدام العالم، استني. فضحتينا؟ لا تروحي. روحي لك، افتحي الباب. مرت عمي استني. سهيلة خانم، سهيلة خانم اسمعيني لو سمحتي، انا اللي لازم روح مو انت. مرت عمي، مرت عمي انزلي، خلينا نحكي على رواق، الله يوفقك. خلص اتركوها هي عم تتدلل، مبين ما رح تروح. انتي سدي بوزك. شوفيني اذا رح روح ولا لا يا مقوصة. انزلي من السيارة. لك انزلي سهيلة. لك لوين بدك تروحي وتتركيني؟ فهميني لوين رايحة حضرتك؟ رح تتركيني وتروحي؟ تعسيني لك انو خلصيني. يلا شبك سهيلة. لا لا تروحي شبكي، استني ما تتهوري. سهيلة مجنونة، سهيلة استني عندك. سهيلة لا ارجعي لهون. يا الله.
عملتها والله. فوتوا لجوا، فوتوا، انقلعوا من خلقتي، وانتوا يلا طلعوا. حاضر. يلا يلا. شو بيجيني منكم غير المشاكل؟